مؤتمر صحفي عقده صديق الكبير محافظ مصري في ليبيا المركزي المنتهي ولايته، حاول من خلاله امتصاص الغضب في الشارع الليبي ليقول بان المصرف لن يقف عاجزا امام الحرب التي تتعرض لها العمله الوطنيه متناسيا انه ومن وراءه سببا في اختراق هذه الازمه. فلو تطرقنا قليلا لكواليس المؤتمر الصحفي الذي عقده الكبير سنجد ان من بين الحضور شخصيات محسوبه على تنظيمات ارهابيه. مصطفى المانع، عضو في جماعه الاخوان المسلمين وهو محامي. وعضو سابق في المجلس الوطني الانتقالي، وهو الشقيق الاصغر لناصر المانع، القيادي في جماعه الاخوان المسلمين، كما يحلو له ان يقدم نفسه. فتح يعقوب، من سكان مدينه بنغازي، ذهب فارا الى طرابلس مع انطلاق عمليه الكرامه، وهو محسوب ايضا على جماعه الاخوان المسلمين، امين سر مجلس اداره مصر في ليبيا المركزي. سليمان عبد القادر، المراقب العام السابق لجماعه الاخوان المسلمين، ويتراس مركز التدريب والتاهيل بمصر في ليبيا المركزي. ولمن يتعجب حضور مثل هذه الشخصيات للمؤتمر الصحفي للصديق الكبير فما لا يعلمه الجميع ان من قام بتنظيم المؤتمر الصحفي هم صحفيون ونشطاء اعلاميون محسوبون على النظام السابق ويعملون لحساب عدد من الصحف والوكالات الاعلاميه تبث سمومها الى الان عبر شاشاتها واوراقها. عبد الرازق الداهش ومحمد بعيو وحسن انذار. الصديق الكبير وخلال مؤتمره الصحفي قال ان تحصيل الرسوم السياديه من الجبايه الضريبيه والجمركيه والبلديه افقد الخزانه العامه اهم مصادرها مشيرا الى ان تغيير سعر الصرف يجب ان تصاحبه حزمه من الاصلاحات الماليه والاقتصاديه والتجاريه بين مؤسسات الدوله التشريعيه والتنفيذيه وكأنه بهذا الكلام يحاول التلاعب بعقول الليبيين، فقد أدرك الشعب الليبي حجم المؤامرة على الوطن، ولا يخفى على أحد ما يتم استنزافه من خزينة الليبيين لتمويل الجماعات الإرهابية ونشاطاتهم، ناهيك عن كون الصديق الكبير قد انتهت ولايته منذ فترة، فعندما يتحدث من منطلق الوطنية، أليس أجدر أن يمتثل لقرار السلطة التشريعية في البلاد ويترك المنصب لمن هو أجدر بتوليه؟ ولكن يستحيل ذلك في ظل سيطرة وهيمنة شخصيات محسوبة على الجماعات الإرهابية يسيرون الجميع بحسب أهوائهم سالم الشيخي حمزة أبو فارس الصادق الغرياني وأسامة الصلابي أسماء باتت مسؤولة من قبل الجميع على ما آلت إليه أوضاع البلاد من ضياع الأموال وتوغل الإرهاب في البلاد سيطرة كاملة لجماعة الإخوان المسلمين على إدارة مصر في ليبيا المركزي ولربما هذا السبب الرئيس في تدني الأوضاع المالية في البلاد إلى الآن ولكن الشعب الليبي ادرك حجم المؤامره وباتت حقيقتهم معلومه للصغير قبل الكبير